طالبون بالحذر والمحافظة على نظافة الشاطئ. بمجموع تراب المملكة يستفيد آلاف الأطفال من خدمات المخيمات الصيفية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج العطلة للجميع المنظم هذه السنة تحت شعار المخيم فضاء للتربية والإبداع. في الروبورتاج التالي نقدم نموذجا من مركز التخييم عين السبع بالدار البيضاء مع حسن زكي ومحمد شيقر. مركز التخييم عين سبع يستقبل المرحلة الأولى لموسم التخييم الخاص بالأطفال والمندرج ضمن البرنامج الوطني عطلة للجميع، والذي اتخذ كشعار له هذه السنة المخيم فضاء للتربية والإبداع، وهو برنامج يستمر إلى غاية 28 من شهر أغسطس المقبل، ويتوخى تعميم الاستفادة من العطلة على الأطفال والشباب باختلاف مستوياتهم الاجتماعية. هذا المخيم هذا تيحتضن خمس مراحل للتخييم، كل مرحلة تتكون من 12 يوما باستثناء المرحلة الخامسة والأخيرة تتكون من 10 أيام. فالحمولة ديالو 220 مستفيد ومستفيدة، زائد 31 ديال الأطور اللي هي تكون أطور تربوية تؤطر مختلف هذه الجمعيات. المركز يستقبل جمعيات من كل المدن المغربية، حيث يوفر للأطفال فضاء للتربية والترفيه تؤتته أنشطة جماعية ذات بعد تربوي تكويني وفني، وذلك لتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية في عدة مجالات ثقافية فنية ورياضية. المخيم تعلمك تعتمد على راسك، تكون مسؤول بوحدك بعيد على والديك، وهو تجي لك أنشطة باش تفرح تفوز تفوج بعيد على والديك. ومزيان هاد القضية تاع المخيمات صراحة، هو زوين، في أنشطة بزاف ومسابقات ثقافية وسهرات ممتعة، وكنلعبوا ألعاب في البحر، مسابقات والبحر يحدانا ولا بيسين حتى هو. عندنا الهدف الأساسي وهو بأننا خصنا نعلموا الطفل وهو يلعب، إذن خلال هذه اللعبة اللي هي لعبة كبرى بالنسبة لنا ككشفية، بأن لعبة كبرى تجي هذه الفترة نتاع المرحلة نتاع التخييم اللي وفرتها وزارة الشباب والرياضة، بأن عندنا واحد المرحلة دابا، لأن واخا كانت 15 يوم وتقلصت ل 11 يوم، ولكن تنحاولوا من خلالها بأن خلال البرنامج ديالنا التربوي بأن تنبقاو نديروا داك الشيء تقطيبية تدريجيا، بأن يكون نهار تياخذ بأن خصو يدي شي حاجة معاه. تعبئة شاملة سواء من طرف وزارة الشباب والرياضة أو من كل المتدخلين في هذا البرنامج، هدفه الأول هو إنجاح هذه التظاهرة التربوية والترفيهية والرياضية التي يستفيد منها آلاف الأطفال عبر التراب الوطني.